اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كما ينبغي لك بالبركة العظيمة سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وأسير سلطانك وقدمه من القرآن العظيم وما أنتنا وما سبنانا وما تغفرنا وما صلينا عليها وبارها وبارها خصوصا إلى أبائها وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ونهتو خصوصا إلى من إدمانا هاهون بسببه وأشعره اللهم أغفر لهم وارحمهم بك ربي زاد عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.